عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ أنت رسول الله؟ فقال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده. قال: أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه رجل فقال: أنت رسول الله؟ فقال: نعم. قال: فإلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده، من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك، ومن إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبت لك، ومن إذا كنت في أرض قفر فأضللت فدعوته رد عليك. قال: فأسلم الرجل، أخرجه أحمد وأبو داود.